تنهال كل همومي علي وينسد كل طريق لدي وأرنو بليلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، حنفتي ذي نفتي نوضر دار مهيا أولا وقبل كل شيء أبسد إله سبحانه وتعالى، أبسد الله سبحانه وتعالى ومدنا لفري ووصي ذي إله سبحانه وتعالى ودر دارمي ومضاني ومذي كريب سوى الله لي سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، در دارنك إله سبحانه وتعالى ونوضر دارمي وي ودر دارنك نبينا عليه الصلاة والسلام ونوضر دارمي سيد حديثك العرباضي المساري كيم رضي الله عنه ما للم الله كم إذا ينبغ عليه الصلاة والسلام صحابة آد وعدي وعد آد حل دير وآد قيمة بضن وصحابه التلمامي صحاب الله إلا الميان ينبغ عليه الصلاة والسلام صحابة وعدي كدبنا وحي إلى هذا النبي الله وحضوك تقف تقهي ودردار معناه أنك تقهي نوضر دار وعدي قاقو حوكي هاي قفل السبونتين هاي مرك دردارا ما انكارهنا سيادنا وحلي إلى هذه الكلمة قابا أما الشيء جامع وقوبا والله حفظين كرم. وصيدي النبي عليه الصلاة والسلام قوه رئيسي ودر دار موحي هيد وصيكم بتقوى الله أبسيد إلهي من يدر دار موحي وركوا در دار انك النبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآنك كريم كه إن بضان وعبسيد إلهي سبحانه وتعالى لقسوع العلي يفرطانك اللي اسفره هيا يفوائد يقيمها إله ضهي ولقيه لهي إلهي نوشيك سبحانه وتعالى ما لنت قيامة إن لقبت بادها يعبسيد إلهي وضدك إلهي كعب سيد لبدبادين هيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ونوشك الله سبحانه وتعالى أعماشة عدة لقاء أقبلها إني تاي عدة أصيح كعب ستي إنما يتقبل الله من المتقين ونوشك الله سبحانه وتعالى أمورها إن لقوا يصره أفسديسا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قفك مركب مسلم كاه وفرن يا مر والباء الله الربا إنه عبسيد إلهي سبحانه وتعالى وقت والبد دائما إلا والباء وشوقه يحال والباء كسو غني هاي إنه إلهي سبحانه وتعالى كعبسيده نبي عليه الصلاة والسلام الصقل اتق الله حيثما كنت إلا والباء شوقت إلهي سبحانه وتعالى وعبس وعدك مهم دي سنة أنت أصلا كسو ورسامها يايو وحي الله وضبع موضوعه وهذا عبسيد إلهي سبحانه وتعالى ويوحى لإسفره هيو يين الله سبحانه وتعالى لقى عبصده عن الله ويديسنا إن سبحانه وتعالى من عبسيدي سنقو أرزقه ووقت والباء في السر والعلن إن الله كعبصنا ونوافجيه أن انت كدب موضوع عن ربنا إن شاء الله تعالى وحي رانكت المامة ونفتي ذي نفتي إنه في له إن شاء الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى نقو أنفعه وموضوع كسابسا ابتلاقه أما السنة معناه وحبين سنة الله سنة الابتلاء في هذا الكون سنة إله سبحانه وتعالى كون كان عقول سنة ابتلاء امتحان
امتلاقاس امتحان كاس والروح والبو مره هيو انواع ديدونا كلا قدسنت هيو كلا دوانت هاي نوعية بضانو ايمان كرته حول روح مسلم كاكفة ايدي سن هيا محايتا دروس تو كفة ايدي سن هيا محايتا موقف كالروح مسلم كاوفق اعظم هيا حنمرك الربا ان شاء الله تعالى نقاط كوبا اما قضبو كوبا ان معنا وحويا نكساب سناته ابتلاقه يوحى الله قوضه حاول نحيا صغي اختبار معنا وحيا فتنته سنة داس سيدابو قرآن كو تقريري اما سنة النبي عليه الصلاة والسلام ايوه هذا الشيء محايتها انواعظة ابتلاقه سنة قنكرة ومحايا وحى الروح مسلم كوحى وكفى ايدي سنة هيا اما دروس تو كقاضن كر ابتلاء قاس اختبارك موقف كروح مسلم كلا جربه مركي ابتلاء اما امتحان وقبصين وصنقاته اما معنا وحويا موقف كلا جد وانا هيون وكي استاجر انت اص اما قاب كولا تعامل هيا وامح نقاط اص يعني ان شاء الله تعالى وحي الله يكرسي سبحانه وتعالى كجهد الدنيا اولا سنة الله سبحانه وتعالى كون يده حيكون ضرير سنتي أما إهتاي أدون كان إنه يهي دار ابتلاء وامتحان ودار اختبار ودار ليسكون امتحانه هي ودار روح انت وتشوبه امتحان وكتشري اختبار امتحانك اختبارك وحلقة وضاه ومعاني سورة لو ابتلاقة هي امتحانك هي اختبارك هي فتنة معنى وحوين روحة وحمرها هي امتحانه ولا اختبارها هي في الثانية وحيالة بضنب مرها هي كل ذلك إله سبحانه وتعالى ولله حكمة البالغة في ذلك حكمة بكلية إله سبحانه وتعالى أهنتاس وحى الله وحى كذيين إله سبحانه وتعالى حكمة يوصمية أن كلمة في التنطة أما في التنطة كلمة اختبارك كمسي فوق وحيالة الله استعمال وحى كم إذا فتنت الفضة أو الذهب على النار إذا أذبته بها مركز شيء معناه حويان فضة أما الذهب كضبكة تقول لا لست حلا يستعمل اللغة العربية فتنة أو ضلالين اختبار كي ابتلاقنا معناه كم فوق والروح معناه حويان مركز امتحان كلا مرين هيو أما اختبار كو مرة هيو أما لا امتحان هيو وحال الرباه إن لصفيه سيد آيات القرآن كان كوارك دونه وكلا صارد الضوم ضربه كلا صار هي اختبارك نك اختبارك أخذ عن امتحانك أخذ عين نك كباسة درجات أيكو كلها هي أنسلو وكلا باسان هل أنت أمرك وحابين افتضى من اختبارك القرآن الكريم كان يبضن بالتقريري الله سبحانه وتعالى حليه هي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فليه الله سبحانه وتعالى كلمة داس ألف لام ميم حروف مقطعة وذكرنا إسانة وحروف سيدة في عام إلا ودى أي معنى هذا إله سبحانه وتعالى لا تفويضي ولا إله هذا إله بأي قانا معناها لقوضة وكلمات كمعجز كقرآن كتسينها هي إعجاز كيسة معنيه سنة وحيالها ومعنيه وضنة وحيالها إله سبحانه وتعالى ولقوني هاي حلي الله سبحانه وتعالى أحسب الناس ضدكم وحي أم ليال أن يتركوا إن لو قدتغي أما اللقوا ضعفها أن يقولوا آمنا آمنا إني إلهدين إله إمامكم إني أما إيمان إني الشيكتان أما إيمان كي كل واقان كلي إن لقوا دين هاي مي أم ليال حالات صدامها أنهم فتنين أن سيدا كدين النبي أملايا مايا ولقد فتن الذين من قبلهم تطكي كهري ما فتنين ولا اختباري ولا امتحامي ولا جربي وحال معناه فيرين هيا ولا معناه وحي الله سبحانه وتعالى وسيدا أولئيها وصمين هيا سوك لصارف كوا إهن تكتعي وحي الشيغان هيا أن يآمنا يكوا إهن تكاهين وحي الله دي آمنا لسكدائيو هذه اللغة ما كلا صريحة إيمانك هي معنى وحوي أن جنة هيلتان كذي درجات كذي وإن تسقى كلا هران ولا كلا صرام مريء وإن معنى وحين امتحان كمركي للجلاد تسقى يسكسوه ما باصان
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إلهي سبحانه وتعالى وحي مركا كلا سار هي ووغي هي لكن ددك او موجيو او لو موجيو ددك كي رونت شيغا هي ارنتو اي رونت كا هي يا ميدكي اي بينتا كا هي الا كلا عديو او لا كلا سارو سداسو إلهي سبحانه وتعالى وسمي حكمه الله سبحانه وتعالى ايات القران كا ارنتا او كو تقريري ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ولي الله سبحانه وتعالى وإن امتحاننا إذا امتحاننا والذي نشرب والذي اختباري حال إذا في اختبار هي حيالكم إذا عبسيدا حنون معنا وحويا إن قاتشذي مريه والذي كان مستقامية أبارة إذا كرعة لباتوي إذا سوقارة أولادي والذي كان مستقامية لمشي وحلم إذا يكون ماتوا ابتلاءات كان نعيف ربضان وكمدها لذين كون امتحامي ولذين امتحامها هي امتحان كاسواد مريسان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إلهي الله سبحانه وتعالى آيات كلي ولذين امتحامينا ولذين اختباري سيانو أكل صارنو أكل وغانو أكل وغيها إلهي سبحانه وتعالى لكن ضدك يقوم موقته كوي مجاهدين تاجدك إلى سبحانه وتعالى كنت أجناء يكوي كله كوي جدك إلى سيدنا وقت استعجى وجه هذا يكوي كله عكم إذا آيات إلى سبحانه وتعالى وأنت كنت قريري ولو شاء الله لانتصر هدو إلى سبحانه وتعالى وروه وقولي سنة هي صيغة قوشة معناها صوا عنا أين نوجه هذا أما دينت إلى كريالي دي سائر ودا قال من أي أيوة إله يقولي سنة لها ولكن ليبلو بعضكم ببعض قاركين قارك كلام يكون امتحان وحوالي ذنك كلا صار ذنك أو كان جهاد هي يكن دجال جل هي يكن إله الدين تسوي استاجة هي يكن دفاع هي يكن رفض سد أبو عبود هي إن لا كلا صار آيات فرب ظن أي أيوة إله مك سبحانه وتعالى وحق تقريرنا هي سنة سكوني جاء إن ضد كلا اختبار والله امتحانه الذي خلق سبع سماء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا آيات كلك وسورة مريم سورة الكهف كشرتي سورة مريم عفوا إلهي سبحانه وتعالى إذا امتحانها يا ولدي اختباري سلموك يا ولدي كلا صاره كين عمل كونك سنية كان كلك اختبارك مركة ابتلاقه والسنة كونية من سنة لله عز وجل كون كان إن اختبار أي ضدك مران والدنيا ذا اختبار رمر وشيء لازم أه ولا قوم مرمان أو إيمان هاي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي صدق العدي سي والنبي عليه الصلاة والسلام وح كسوا إن لو يدي نبي وح لو يدي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الناس أشد بلاء ضدك يا أبو بضن اللي بعطي امتحانك اختبارك يا أبو بضن ضدك الله اختبارها هي ولا امتحانها هي أبو بضن بالي النبي عليه الصلاة والسلام لبك ضدك الله اختبارك الله مرينها هي كوا وقول لي بضن النبي عليه الصلاة والسلام كل جوابي الأنبياء اختبارك هي امتحانك ضدك أبو بضن الله مريه وأنبياء ذا إله سبحانه وتعالى ثم الأمثل فالأمثل كد من واحد كل حاجة سيدة أكل الصحيان أكل قيم بدنيهين أكل قيم بدنيه وأكل بدنيه وسيوة النبي عليه الصلاة والسلام وحيري يبتلى الرجل على حسب دينه أو بحسب دينه نينك والله امتحامها يا مروحة والله امتحامها مربى دينتي سميشة أي قارسي سنتاي أما هيرك أي قارسي سنتاي وسيعة دي نبو عليه الصلاة والسلام وحليه هاي هدي وروح دينتي سو أذقي هاي أما الروح أذقي هاي دينتي سكو أذق ابتلاقا يلي باعتضع يا لغواتك يا فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه هدو يهم الدين تيسا أذك تايو دين تيسا كو أذك لباتذي سي ابتلاقي سي اختبار كسا لسيكر ليا وإن كان في دينه رقة وابتلي على قدر دينه هدي دين تيسا مركة ورأي رقية جلاع سكتش تيو سكتش الحسنانة أصنوا حويا نقدر كيضا لامتحان هيا ولا اختباري مركة امتحانكو أنبياء ذي الله بالله مرين هيا ضدك صالحين كا بالله مرين هيا ضدك ومناكسن بالله مرين هيا عد والبامريسة سي الله سبحانه وتعالى التمييز يتمحيص وقصة ميز
ليميز الله الخبيث من الطيب. إلهي سبحانه وتعالى سوء كرصار، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إلهي سبحانه وتعالى ضدك سيدا وكذين هاي وقتك ما يضدك ولا امتحان امتحان بعض المرين امتحان كنا وانواع بذنه وارك الدونايو امتحان كسبي يا رفع ربضان وضا حتى قرن كرنقار قوض بارقون امتحاني حديث كمركة يا آيات كفرها بضنبا حين نوع تقريرين هيا وانا ربرا هيا سننت كونيا وإلهي سبحانه وتعالى كون كان وقطر قلوي ومر أي مر هيا وحاكم إذا سنة الابتلاء والاختبار سنضع امتحان كابتلاء يندث كلا امتحان يا كمدا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه أي لو يديو حليلي إمامه نكما وقع في عن إلا مكانيه أو تمكين لصيه أو إلهي سبحانه وتعالى أود ودي بدون كان معنا وحينا ودي سمام الكي يحيى الله مذا لودي به سوى واحد بعن صومري مثلاً تيلا ابتلاء الصومري الله صار امتحانه كده من معنا تمكين كي أود لصيه كسوحو يلي وهل يمكن حتى يبتلى تمكين ميو هلا هيا وصورة قلم يا هرطين التمكين هلا تمكين كوحال لوجه ذا إنو روح أوديا شو أو معنا وحاويان كلمة دي سواي سرعي سو أو معنا وحاويان صبو ونقضة روحة ما ملقة هيا أما طالين هيا أما معنا وحاويان دين تيسا الظاهر قلطة هيا أود نوع عاصر تمقاري كرابي إلى اللي ابتلايه إلى اللي امتحامه صورة قلم يا إنك إنو بقاره مايا وحوير التمكين لصين مهيو حتى يبتلى إلى لصو امتحانه ولصو اختباره راح تمكينه ومقاره. وهكذا بيد الله سبحانه وتعالى وفيرسه وإله سبحانه وتعالى دعوه لأسو ديبي وإله سبحانه وتعالى حقي سلقه دورتي مصطفى انتهى معنى حوية الله سبحانه وتعالى وصافر الشيء كل قوة ضحي مره هي الاختبار كاس ولا ديبه هي ولا ديله هي ولا بينين هي وحول بو كلمة فنوكس الله استعماله هي إلى أي اختبار كاس أي كسو قدبال أي صومران ومعنى وحوانا كسو باسان تمكين مقاري. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. نبي الله إبراهيم أي الله سبحانه وتعالى نوغو روان امتحان لي كلمات بالغوية امتحانه المضح إن الكلمات كلهم امتحان ومحي أوامر النواهي حوال الفري وحوال الغرح يوي إلهي سبحانه وتعالى أهم بودري مهمة بمعنى الله الدري واجبات بالصاري فأتمهن وكسر بحي السيدة يهد وكامل يلي حاك الدنبي قال إني جاعلك للناس إماما ذاتك يعني إمام كاغن لغينا المعنى وحويان هو قامية ديمية بانكار لغينا أنبياء إلهي ورنصاصها نبي الله نوح قرما لبدبادين مركو ابتلاء بضن صومري اختبار بضن صومري فلبث معنا وحويان ألف سنة إلا 50 عاما مدد غير بسوء نقاد الددك السول يحجوغي ونسوء بيني ونصور إبي أي إلهي بدبادين سبحانه وتعالى. وهكذا أنبياء إله نبي محمد بلقته يسير ديسي ينطو نب صومري وحويان مركو الروحة ابتلاء قاس صومري امتحان قاس فرها بضن أي صومري سنة إله يكون جوا حويان دون كان امتحان اختبار الأمرين امتحان كشياط ما أذكر وحويان سيد الجوني ذا الله صاحح كم يضاف تنت إذا ابتلاء وفر بدني هاي أما الروح وحر الجو امتحانها هي فر بدن طاي آيات قيبت أن صار شجنا كم بتهاي إن أولاد الجو امتحان وأولاد زر الجو امتحان آيات القرآن كسورة الأعراف الله سبحانه وتعالى وحليه وبلوناه بالحسنات والسيئات ابتلاء وحن قن كرا أشياء الدون كان روح يارن الغوصية وبرواق الغوصية أولاد بإله الغوصية سبحانه وتعالى أهل بإله الغوصية سبحانه وتعالى مال بغوصية صحة عافمات بغوصية تمكين بغوصية أمن بعض هالشيء وهذا امتحان طال امتحان كمان مرن حلو فيرين هيا إن تكوش جديد يعني كلام حال فيرنا هيا واجب كإله أن تكجد تدي إن كله وحال فيرنا هيا وحيل وفري وقت قاص وكله والشكر على النعمة قف كان وقومي مصوم وقومي ورب امتحان هيا وأنا رب متشابه سدوا كله عكس جهدي معنا وحويان رب فقر رب امتحان وأولادان رب امتحان وإهلان رب امتحان
وأمن الدرر وجو امتحان والنباتين بدنا نقول دعان ومعناه واحد يحضر رأي يقول دعان امتحان بس كنت شرته اختبار ما هنلقون عبي هاي لكن اختبار كان كباس دونتا مثل ما كل عدونتا أيضا ورغو امتحان وبلوناهم بالحسنات والسيئات. نبي عليه الصلاة والسلام موقف كمسلم كا يا أنت وكيف استاجه يا ونت قد دوناي أقول حيا روح مسلم كا مر ونبيع كتره وونا كتره وبرواقه يصدق وشكرنا هاي هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر يا مر نبات كتره ونبات أيه صدق نوع دونها نقط أو قصة هاي النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وفوت المامي عجبا لأمر المؤمن حياب لياب له وآذ قيم بضل روح المؤمن كأهم تيسي أمر كيس إن أمره كله خير رنتي صفرا وخير روح المؤمن كأمر بخير بكسوغين سيدي بكسوغين هاي إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له حديث أي معنى وحويان برواقهر ووحل غفر حوهر ووناك إلهي أوقل سبحانه وتعالى دونك وحويان وكل شكرين هيا خير بيوتان وإن أصابته ضراء لباتا كل حضي شاكل باقى بصدي دونك ألقوا امتحانا امتحانا بضم باقى كل حي والصبر هيا فكان له خيرا خير بأيض الله نبي عليه الصلاة والسلام أنت روح مؤمن وباهي لك وأنا موقف كان قاري دونك والروح مسلم كالقرب أشياء مركا ليسكو امتحان هاي ويفر بضان تاي أو كواس عن شاقنا باكم يظهر إن وناقين الغوء امتحان إلهي وكسي برواقان الغوء امتحان أما الغوء امتحان عكس قيضو معنى وحوين إن الرباطي الرباطي يكسو قارت أما إيه لكاسو قارت أما أولادك كا قارت أما معنى وحوين أمن الدرنه كا قارتين الغوء امتحان وحاسي قوني لكن نصوص إن بضانو تلمانتا حيالها فتنة قلت المامان رمضي فتنة قلت المامان وفر بضن ويكم يطهي أشراط ساعدة يعلامات كذا علامات كاس قيبة بذن بليهين رمضي لا صدح قيبات بو قيبيان قهر الله بو قيبيان علامات اللي يروا أغو فر بضن وقت والمعلم والمهي يعلامات بوين اللسوة هي ومركة إيمادان نبقوا شاك عليه الصلاة والسلام دي مد كم يضع إيماته تي كلام معنا وحويان وكم حكتايو حواك ما ضمبيس وأنا وقتي قادونك وقبل قبل ذي هلا ما نهاي أنت مرك في طنطا وامتحانك كم ذا ابتلاءك كم ذا أهنا بحيالها آت شارك عقوم بضم نط المامي أو تسألوا يم بضم نجسي أيا كمثال هام سوق هذا نينا يصير أيو صامين روح مسلم كا صامين تأكوي رميس وحكم ذا فقنا جابنا كافطون حديث كه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صحابي جليل كه حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أول حليه هاي حدثك ويد النبي عليه الصلاة والسلام وحلو ويدين شر حدثك أياد ويدين شر خير كي هناك أنا قلنا واحد ويدين شر أي هذه الشر أياد ويدين شر النبي الشرطة مخافة أن تدركني حانا كعب سنة هاي أنا يقول لعض هذه الشر سووا إنه فرت كواي وكعب سنة هاي إني باتضع الشرط يفتن إيمان يسا إني باتيسه بس النبي عليه الصلاة والسلام أنت سأل أذو الدين شيء وحديث النبي عليه الصلاة والسلام بعض مذكور في صدر السؤال إنه عاس ويدين هاي النبي الله وله خير كان بناك يعني وناجان خير كان نب مقدم بيا الشر شرطا خير مقدم بيا سؤال بعض إنه عاس عليه مرك حذيفة رضي الله عنه نبي أيام مقلى صلى الله عليه وسلم يقول سؤاله تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا قلوب طايا وحا لو سو بندغ هيا وحيالا لو فتنين هيا كم يدور لو امتحان هيا فتنت الله سو بندغ فتنت يا يوسو بنبحي صلى الله سو بندغ هيا سيده درينتا marka la sameynahay walaamaheeda la isugu xijiye cawdeedo midba mid kale loogu dhajiyo loogu xijiye aya qulubtiina sidaas u fitanto ay soo qaabili xalaga wada dhibaatooyin badan oo fitan ah ayaa ruux soo waajahay oo qalbigi soo waajahay la qalbigu waa meesha ku nool yahay ruux dii qalbiga uu ka dhinto ruux nolol kuma jirto walidaanka ayu gaalada ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan wuxuu ku tilmaamay inay yihiin a'ma alqulub dad qulubta macnaha ka indhala inay yihiin فإنها لا تعمل أبصار
ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إنه هو طبعاً أخوي أركان، لكن ماشي يشوح لقى أركان هي ربطة هي وقيمها بالنيد بكين نلاقي هنا قلبي قلبي مرك ومال هدفه وخطر بضم هضوء إن ربيله خلاص يتروح أنه لشيس يدين تيس معنا نبي مرك بلاي قلوبتي وأروح الله صبر لقاها فتنتي. فأي قلب أشرب أي قلب أشربها نكت عليه نكتة سوداء. قلبي والبا وعبه وقابلة وفتنتي معناها أنبلاذة وإسامي كيارته يبيع مذوبة لصارة هي قلبي ومرايض وإفتيمة هي يبيع بالصارة فتنك وكذا معناها وحويا قابلة وأقبلة متكلا لصارة سيدا سكوص عنها هي. وأي قلب أنكرها نكت عليه نكتة بيضاء. قلبي والبود ديدة وفتنتي ديدة واختبارك امتحانك سو وجهك كقد بنا وحال صار يا ابن الله عليه الصلاة والسلام نبيع عض ومعناه وحويان صافية وقلبي يسوى أحمده أن قارسيني بإله سبحانه وتعالى وصار هي حتى تصير على قلبي على أبيض مثل الصفا مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قف قلبي يسمى الله ومدوي إنه نقل مدعى وصافية ورجع حسسي بعد مذيسي أوح فتنة يكون يستاجها يوح اختباره معناه وعجبه جاره يوم نشرين وح فتنة أما مشكلة فضنبوه معناه وحاجة روح مركو مدور توه أنت أسمع معناه صداع هذا وفتن بدن كجد بو اختبارات بدن وكجد بو حاولي أن درجة وحجاره يوح ضنبوه فتنة يلي أنت وحين أبو علي الصلاة والسلام ودونك وتشرو وصمية أرضاي تشفته أين فتنة دم اللي بين وسوقت باختبارك بصورة كوا قلبي وراه معناه وحوي فتنتي ديدي. والآخر أسود مثل كلنا ومد مذوب ونقنا هيا فتنتي واسامة يسوي مذوب يسي ما نبى دعي بقول عايسي ما نبى فتنة قبسنا يسي ما نبى امتحان بكسر دع هاي إلى وكم مذوب هذا وقلبي يسوي مذوب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كل مثالي كالجوزي مجخيا دريجة أما الدكسية سيد أم ذوي هاي وكاله سقوا لي بالأف جنبي ومعناه حويان لين يحقنا وخلاص شو مالها اللي جنبي سيد أصفر نقنعي فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا هدو هلك جاره أما هيرك سو جاره روح حويان واحد ضمور لقيس بهاي ملا واحد معروف يوناجن ما يقانه واحد معناه حويان خيرا مجله هاي وحي في سنة ضاصية معناها هوذي سوء بس وأقبل كرام معروف يمكر منا من كلا يقان قف كمرك قلبي يسوع أنت ونهيرك أجعل بحلو بهاي هاي إنه كنت ذا قلبي يسوع صافو نقلها ونظيف نقلها وقلبي يسوع لا نلها وفي تنت وجود بلاها وبد بادلها حرام وبد بادها هينا الحمام كل شيء قدرنا هدي له سبحانه وتعالى ونجرسيه وتلماه هاي مرك حديثكو خطورة ضه. أما خطرت آيات كأوفرها بضم والروح مسلم كأه الدون كأنتو تشوقه أما اختبار هذا بضم وكل عهاية مد كم إذا آيات وخطر بضم الدنيا الآخرة دي سيعرن هلاقي كرت وآه انتو فتنت انتو أقبل وروحي إن الآخرة دي سيها لاكتو ومعروف يمنكر كالقرم وايو وميشا معنا وحاويان وكوها لاكسب والعياذ بالله وآهين مرك الروح مسلم كأه كوحا مباري كرته وكل ريحي كرته إنه يصلص على هذه الكير، وفي تنت معنا وحويان وكدكتون هذا، وقلبي يسوق كيل عليه، في تنت حيله لو كدكتون كرر النبي عليه الصلاة والسلام علاج كذا إن بضم بنبري، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن بضم بقعد عليه الصلاة والسلام، وحكم يضرب إنه كف هذا، حيله في تنت، يوم واقع ذا، يوم الله كي ما كرر، ينو بحب الله بحرضه، حديث صحيحان كسرن. النبي عليه الصلاة والسلام حليه ستكون فتن فتن بعد عدونت فتن أذف ربضا بإيمان دونت القاعد فيها خير من القائم قفك كفر ليو أو ميل وكتشر أو كقبان هاي أو فرياء يا كخير بضان متك تاغن وسي فيرين هاي وقوك مونا قيب قادة لك مكتاغي اختربوا يا مركا إنك فتنتي أسوء قارت كم فرياء خير بضان بالنبي عليه الصلاة والسلام والقائم فيها خير من الساعي متك تاجن روحه لاماي وكخير بدنيهاي ك
كان دحر دهيوم معنا وحويان سحر ضوبة هيو الربين وقاعدة بفتنتي أفضل بمرك أنتو قفك كلو قفوا جهي وكفي عين أفضل بأنتو فتنتا كسي فوق جهي أي معنا كان كلا داما نوطي ما هي النبو عليه الصلاة والسلام مرك إن فتنت اللي قفوا قاعدة علي النبو عليه الصلاة والسلام روحي أهن قلتاقة من تشرف لها تشرفته روحي أهن قلتاقة واللقونت وصابحية أو يراه ذات في رسل معناه كور دونتي أيضا معناه حويان أنت عايش وسو تاكتي ضفيسة وقاضي نيسة فتنت مرك مرك يجرتو ما شيء فتنة يتاقل أنت حلو به روح مسلم كاف إنه كف قاضو أو نكت قاضم أو لا فيه صغع عرم وما يشكو بتبادلها وكو عرم حالا لو قبت بعد هنا يقولنا برا حكم إذا أعماش صالح هذا يفرح كسكو مشغولين وأعماش صالح هذا وكد دارس وقبت بعده في تنت وقبت بعده قيما بضل عن كود قاري الدونة روح مسلم كمواقفة وكقاضنة هي ابتلاقي اختبارك أي كم إذا روح مسلم كان لو قبها هي هاي إنه برنامج كنوع عاصة ومعناه وقبت بعدية في تنت هذه اللي بعطتها صفرها بضل وروح كل عهية النبي عليه الصلاة والسلام نبري وحيالها ونوع معنا وحوين تيمية كم إذا لكن روح في تنتاس يأمورها فرها بضنا يكون عحياء دروس أما معنا وحوين فوائد روحة في تنتان دعيسة أما مشاكشان دعهاية كتيرة ينبو نوشي عليه الصلاة والسلام معنا هذو حوين في تنتان هي امتحانك هي اختبار في روح على مرينة هاي يعني روح الله امتحامه ما روح إن لو عذابه هي حكمة ضايع كتير فرب ضم يفوائد وإلى سبحانه وتعالى وحى وكذي حكمة كمان مرة حكمة ضاح الله جاوا إن أنا إحنا كجرم إحنا كجرم وين إن الجرم وين الله جاوا لكن وحى بضم بنو عدي وحكم إذا الروح مسلم كه امتحانك اختبارك مرة هي كتيرته المدى كهر روح اختبار كمرك لما رينا هاي لون بدوي وامد إنه شيء وانا أقسم كتشره أو وانا جي خير وقعنت كوهايو ومعنا وحوي أنا صور حالة في عن كتشره أو في عن وانا أقسم أو توصل ابتلاقي اختبارك وقصدي امتحان ما هني إنه معنا وحوي أن حالة معصية لبوا كتشري وصور معنا وحوي أن مركي هرب ابتلاسنا أو معصية يوحلم إذا يمعنا وحويان وحا كل حجري إنه معنا وحويان اختبارك وقبصده وامتحانك وخلعه لوضع قيبض وكالدو أنت من ظهره الروح أصده معنا وحويان إله سبحانه وتعالى جدك سفوت وصنع دذاله هي امتحانك اختبارك وقبصنا هي ونعمة من الله عز وجل نعمة من الله عز وجل وإله سبحانه وتعالى دونك سوون معين هيوه وينو طريق الروح نعم عداس يوناك يدقابك اي تهي سنة النبي قالنا برتين بضانا وكم يضهو عن عركي دون هدي له إرادة هدي لكن صغى مع سيدي كتيرة ونباتدي كتيرة ومركي ورب إله سبحانه وتعالى الطريق يسكلح لبكي اختبارك يوحي وقبصنا هاي روح أمومي كاي الدقنين اي يقطها يوحى اللوبة هاي هاي يوحى وكتيرة مركز وشنطة كالبخوا معنا وحويان وكفوا قادوا حيا لحالتها ترى أي كتيرة والمضح إليه إذا كان العبد على طاعة الله أدونك طاعة إله كسوغيها ومركه وكتيرة فما يأتيه من ابتلاء فهو من محبة الله وحي ابتلاء قدعة اختبارها قبصدة صغى مركه ورد تصنع ومحبة الله للعبد تعالي الله أدونك وتعالي هاي بالدليل الطهيوان أركض وانا حديث بقصوا عرفتي هذه لكن صغى معصية كتيرة إذا كان العبد على معصية الله فما يأتيه من ابتلاء فهو مما كسبت يداه وحي كدعة وابتلاء وامتحان ووحق عميس ويكسب ذلك أرنتاس حين نفتي من إيسا آيات فرب ضنب إليه سبحانه وتعالى وحي نوطي الماوي وحي إذن كدعة ومصيبة ونبه إذن سوقارة ووحي عد عميس نكون كسبتين وحوين أرنتا نوع عاصة أما الروح معنا وحي مركي دبك انتو كدعه نحن كل هذا المشكلة كدعه عيسى اختبار المره هي ما هن بالضرورة إنه إلا وإلا ويه الروح معنا وحي معاصي يدباتوي يصو ليم وحي الله يابا
أجر كيسي يقيمه مركه وراء الله هي دذلك وسمين هي عباده وقطة صناعة إن الله سبحانه وتعالى درجة ذي سوقسي رفعنا يقسي وينين هي مدنا وحاض حويا المعصية ذي لبكي وكتشري يوحي وكتشري والله عقابها هي وآياتك دروس معنا وحاولنا لقفها إذا سنة يوحى كم إذا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون شيء مركب كور وكتشري التقصير كي قابنتي ذنبك وكتشري إنه كسر قاب صدق أو كسر هرم أرنت مركب وحاويا أنت المامين وحاويا شيء الروح وقبنا هي معناه شيء كلها هي يا مصيبة لسه قد بنانيسة يا امتحانك كلها هي اختبارك فوائد أذ فربنا ما كتشت دروس أذ فربنا بلاقي قاضنا هي دروس كوا حويا مركب كوبال حلو جانيس الطريق عن إنه يه الطريق ضد كونك سنة مرين أنبياء الإله ومرتي ضد كصالحين تهاوى مري ضد كقائمها بناوى مري طريق مركز هي سدوا الطريق هر لو قاضيو كو بيري ميس عبسي يه معنا غلط يروح دقنا شلاان يين معنا وحويا ما يو الطريق هر لو مري بل شرف بفوتها طريق أنبياء مرين وصالحين طائم مرين ودتك وناك سنة مرين كل دواعي طالينات كل دواعي توتي شرف بفوتها وأنا حديث قصة المعاني دتك وقول دواعي طلب بدل أو امتحانك اختبار وقول بدني هو دتك أنبياء ذي هي دتك وناك سنة مرك الطريق وأنا لو قلت إنه طريق نوع عسيه هو فائده فائده الله بضحى ويان اختبارك امتحانك وحاول دليله يهي روح إيمان كيس حديث كلف تسال قف هذه سنكرا نبي يقول وحش شجع عليه سلامة السلام تذكر أبوه معناها اللي بعطى بدن يهين أنبياء سيد أبوك الإيمان بدن يهين الله امتحان هيو مركوا الدليل امتحان كي اختبار كله مرينه هيو هذا قوم منه هو ناكسن إن إيمان كاجي معناه الله اختبار هيو أرسي معناه حوين الحوين اللي سيه فوق وأودي معناه مركه رد ذلك سمين يسيء عبادة دي درجات كل الإرادة إله سبحانه وتعالى وكبو طلع سيو كبو سيو حاكم إذا فوائدة ابتلاقي اختبارك كون شرط الروح مو من كائن لا يمتحانه وعلامة تصنيسة محبة إله سبحانه وتعالى أدونك وشعليها أدون كان إنه إله شعليها سبحانه وتعالى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حويان إن الله إذا حب قوما ابتلاهم إلهي سبحانه وتعالى هذو قوم شعلاضه وضده شعلاضه ووناك يا خير ومعنى وحويان لا شعلاضه وامتحامه إلهي سبحانه وتعالى ومحبه إلهي سبحانه وتعالى دونك وشعلي هاي امتحانك كل عاهي محايا لي سيدة حديث نوع إيمان دونته وفوائد قيبها كلا نوع إيمان دونته ذنب يسألوا رافعي هذي مركب لغو امتحامه ومأولاد لغو امتحامه أما عذر لغوي امتحان أما دباتك لغوي امتحان هاو قاضي من الشر يدباته قلت لغوغل يي وإن دباتت خير يوناك بدن إنو كوكوشن خير كنا وسيد إله سبحانه وتعالى وكو دورته سيدا دبات دورتين الله على مركة السنة يسوي يضوك إله جعله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه علماء الإسلام حيالات تفسير كآيات يكون تفسيرا محكم بذلك روحه إله سبحانه وتعالى هو ميسن قلبي يسوه نونيا وحلا جوضا مصيبة مركي كل عضو قريبه سوجاره أي كره للنقضاء كد من قلبي سأله وناجي خير كره نونيا وكتو سيان شرح ملا سين سدري وقلبي يسود دين إله وشرح معناه وحنا شرحه أو معناه وحويا وتعلاه وكتو صناه وناجي كقاضي مصيبة مركي روحه كل عضو أرنت معنا وحويان لجرها بقى من درجة الرهبين وجارو حويان إنه التواصلان يوناك وكقاضم حيالي وعلامة السنة يسأضون كأن الله سبحانه وتعالى وتعليها وعلامة لبعض السنة يسأين أضون كأن الله سبحانه وتعالى خير لضوني والنبي عليه الصلاة والسلام حديثي صحيح كم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أضون كأن الله سبحانه وتعالى خير مركو لضوني وناجو إله الله ضون سبحانه وتعالى عقوبة دونك لو بسود الدشيا عقوبة عظيم وجود بلغة قدر الله مريه خير يا وناجو قلما دوني سيد الحديث قيبت صدمة الماميس لكن أضونك إن دونك لو عقاب وعقابتي سأدونك وكهر خير يا وناجو
حديث النبي وحكم عليه الصلاة والسلام مركو حدود الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام أضوام هذا الحدود اللي قوه فين هاي أم حد الزنا ظهر نقطة أم حد السرقة ظهر نقطة أم حدود كلاوح نوع الدول ظهر نقطة أي نبي كهذا الصحابة وقوه الشيخ فكاس وحي الروح الصيبة وإذا كم يضفوا معنا وحوايا كود عشي وحس كم يضفوا وأدون كالروح قابل لقوه فيه معنى حد كيبا لمريه حيوطه كفارية دمي داخل روحي أن لوحي قابلنا أدونك أن لوغو قوينا أمر كيسي الله قوية الله سبحانه وتعالى وأدو دونه وحي قابل مالت قيامة دونه وحفي حمر كان كونا روح مسلم كا امتحان كلا امتحامه هيا يبتلاقه أدونك كومر هيا لبك أدونك كسو قاره هيا وحيوطه هيا وعلامة السنة يسئل الله خير يواناك كل الضواني حديث آخر كسنبه عليه الصلاة والسلام وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه إلهي الشر مكو أدونك للدون وخير يواناك للدون ذنبك صار رمضا دب لارقا وحان وصمين هاي إفساد كيسي لب كيسي وحران أدونك أحوال الله وقبان هاي ولذلك هذا ركتال ذاتك الجباب رضا وإلهي سبحانه وتعالى حدودي سجد بي وأضمن هذا متصلتين تقال وصل لذي حويا مستعف ما القبى سكل لذي هاي ما البواهستا أيضا بواهستا ود بلي هاي تصب خط من هاي ترى ولو كادين هاي ما تعال ما تعال هاي بقى مايا بحسي أقدام بعض بلاد جاي بعد القيامة الله خلاه بحسي أقدام بعض المريض شرب إله إلا دون سبحانه وتعالى حديث مركب عن كقاضي الحوي حتى يوفى به يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام شرط سوى الله بدقاء قضاء الله مريا إلى لو في أيضا لما يستر المال أنت قيامه حديث كمرفع عن كقاضنا هنا لباتضع الضوء كموم من كأمر هي الدون ككمر هي يامتحانات ككلع هي يابتلاءات كقفصنا هي ضيعة فيما ظهر النقطة يعذر كلع هي هذه النقطة قاعد شيء لباتوين قفصلي هذه النقطة اللي به الكسية سجسو قاري نوع الدون هالنقطة ووناج إله سبحانه وتعالى كل الضاني أصبر أو أتكيسه وحكم إذا والنبي عليه الصلاة والسلام نوات المامي وفوائد كتشرت اختبار كي امتحان كيف روح مسلم كالمرين هاي إن إتهي كفارة للذنوب ذنوب إله سبحانه وتعالى كرافة الله عز وجل الذنوب تأضونك أي كرافة أضونك مركو إله سبحانه وتعالى أصبره ونبك كل عي أصبره إله سبحانه وتعالى كرافة يا ذنوب تيسي حديث النبي عليه المامي عليه الصلاة والسلام ولم يستلمام عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته حتى تحط عنه كما تحط الشجرة كما تحط ورق الشجرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث اتفق عليه والنبي عليه الصلاة والسلام بخاري مسلم بيسوى الصلاة والنبي وقتلمام هيا أطوان كويحة قرعة ومصيبة نوع الدونها نقطة وحو البوء مصيبة وقلع روح وسيدة النبي عليه الصلاة والسلام مثال بكبح وحي لقضح يوحي كسر رين قضح صور مسهلا وقضح يروك مدود كبح صي يوحي كسر رين ما لها حد انت يدوني هلا يكاطر وحير وقول عن الله كدب وين ان انت يدوني هكار وحو البوء ومسلم قلع ونباطاء وحيوطها يبن النبي عليه الصلاة والسلام دم داف دمداف لقطة طبعا سيدي أكل وين تابع دمداف أكسك لبدين وحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث كان روح قلت المامي روح حتى مروك تقول عيس روح روح سوق قارة دي دال نقطة دي مروك نقطة دي معنى وحوين يبقى استوى سوق قارة حتى الشوكة يشاك بها حتى قد أحد مذيسة ولقوم ذهي وحيو تابع النبي عليه الصلاة والسلام كفارية دمداف لقطة خصوصاً نعمة الله سبحانه وتعالى وقوله إن وحي قوله هيا نبكى سجارة هيا رن إلهي وقوده من الله سبحانه وتعالى ودم بجاهر القول عفوا إحنا بقتنا عليه الصلاة والسلام دم الله فكاس جيدها على أن طلع على أن توي كذا طال على أن تصير وضاعا نسمع روحه كده سيح الطاف وضاعا طو معنا وحي على أن طلنا لعيش على أن تصير جيدها وضاعا طو كلا يدم بيسلوه ومنها يا وضاعا هيا حكم قاري
ku gaaray masaa'ibta ku dhacaysa iyo imtixaanada adduunka soo marahay iyo dhibaatooyinka adduunka uu kula kulmahayo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dambi dhaafay. Marka waa nicma ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu garansiiyey sabarkeedana uu siiyo, maaha macnaha marka sida la leeyahay ruuxu inuu ibtilaaga ilaahay weydiisto, laakiin markii ku qabsato waa inaad ogaatid nimcada ku jirta, waa inaad sabirkeeda leedahay. Waxyaalaha nabigu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo loo baahan yahay waxaa ka mid a, waana mowqifkan ku gaaraynaay inuu ruuxu shayga raalli ku yahay oo ajarkan faraha badan iyo dembi dhaafkan iyo maxabada ilaahi subxaanahu wa tacaala inaad ku gaartid iyo calaamad tusinaysa in ilaahay khayr kula doonay, waxyaalahan oo dhan waxaa loo baahan yahay ruuxu inuu ridaa iyo sabir ku qaabilo waxyaalaha ku dhacay oo uu ku sabro ku adkaysto. Waxaa weeyaan marka maanta ibtilaaga iyo imtixaanka iyo ikhtibaarka iyo dhibka qof walba wuxuu ka sheeganahay, qof walba meel baa u daran, qof walba intaasoo dhib ayuu macnaha waxa weeyaan tirsanahay. Waa inaan ku darsanoon ogaano dhibaatooyinka faraha badan inay wanaag badan u noogu jiro oo khayr badan u noogu jiro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna nagu dayicin oo aynan ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna nacay. Waa inaadan noqon sida kuwa qur-aanka ilaahay ku tilmaamay insaanka, insaanka qur-aanka inta badan waxaa laga cabiraa kaafirka ama gaalka. Fa'ama alinsaanu idaa ma ibtalaahu rabbuhu fa akramahu wa nacamahu fa yaquulu rabbii akraman wama idaa ma ibtalaahu faqadara calayhi rizqa fa yaquulu rabbii ahaana. Sidaasoo kale inaadan noqon weyn ilaahay noo tilmaamay insaanka caadiisa waxaa ka mid a inta badan waxay ku dhacaysaa dadka gaalada, waxaa ka mid a haddii loo nimceeyo oo wanaag loo galo oo khayr uu helo oo loo barwaaqeeyo wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa i karaameeyey, wanaag buu kale wuu i karaameeyey wuu ku faanahayaa. Laakiin markii in yar la taabto oo la imtixaamo oo xoogaa risqa cariiri uu ka galo oo dhib yar uu kusoo gaaro wuxuu leeyahay waa la ihaanaystay. Yaad ka sheeganaysaa marka, yaadse u sheegan u dacwoon ilaahay waa ihaanaystay, wuu argagaxhayaa, jazac baa ku dhacahay, wuu sheega wuxuu bilaabahayaa inuu macnaha waxa weeyaan uu sheegto macnaha waxa weyaan calaacalo maya. Ruuxa muslimkaa sidaa maaha mowqifkiisa, mowqifkiisu waa sida nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan soo ishaarnay uu ku tilmaamo. Waxaa loo baahanya marka ibtilaaga iyo imtixaanka iyo ikhtibaarka kugu dhacahay inaad u ogaatid ama u dareentid inay tahay nicam ilaahay kuu galay subxaanahu wa tacaala iyo wanaag ilaahay ku siiyey subxaanahu wa tacaala iyo khayr ilaahay kula doonay subxaanahu wa tacaala. Waxaad markaa gaaraysaa ruuxa muslimka uu gaarahayaa inuu wanaaggaas iyo khayrkaas ka faa'iidaysto oo ajar iyo wanaag u ka raadiyo. Waxyaalaha ruuxa muslimka loo baahan yahay inuu ogaado waxaa ka mid a fawaaiddaas oo dhan horta waa fawaaidda laga helayo ama ruuxa muslimka uu ka helaayo imtixaanada ku dhacahaya iyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka adduunkan ku qabsanahay. Hadduu ilaahay ugu sabro subxaanahu wa tacaala oo ilaahay waafajiyo inuu sabro. Halkalena waa inaan ogaano adduunka sidiisaba imtixaankiisa iyo ibtilaaga iyo waxa kusoo gaarahaya waa un waqti yaroo kooban, waqtigaa yar baa lagu kala baxaya oo dadka lagu kala saar macnaha waxa weyaan marahaya oo kii wanaagsanaa iyo kii xumaa lagu kala saarahaya. Waqtigaa yar waxaa loo baahan yahay inaadan dhicin oodan imtixaanka ku dhicin oo musiibadii iyo dhibkii ku qabsado ee wax yar u baahnayd inaad adkaysatid, ayna macnaha waxa weeyaan intaad gaftid meel daran iyo dhib aadan macnaha waxa weeyaan hor le aadan raadsan. Ashajaacatu sabru saaca, musiibada kugu dhacaysa ambiyada ilaahay ku dhacday sidaan soo sheegnay, dadkii saalixiintaabay ku dhacday, dhibkii soo gaari jiray iyo dhibaatadii soo mari jirtay iyo aad ogtahay, waxaad ogtahay fawaa'idda aad ka helaysid iyo inta fadli iyo wanaag iyo ajar aad ka helaysid waxay intaaba kugu hambaaraysaa inaad ku sabirtid. Waxaa intaa dheer adduunyada dhan ba inay tahay wax yaroo kooban. Alimaamu shaafici ayaa waxaa ka mid a waxyaalu dhihi jiray, yaa nafsu maa huwa ilaa sabru ayaam kaana muddataha adqaafu axlaam. Naftu markay xoogaa dhib ay la kulanto, xoogaa dhibaata soo gaarto, macnaha uga cabsada in dacf iyo wax la mid ay macnaha waxa weyaan dareentuu sabrin jiray, wuxuu dhihi jiray naftiiyey
إنما هي أيام مال مير وين حير ويحقوها رأي صبر أتقيس مدد رن ورب كان يوحنا معنا خبر عيام حويان أضغاث أحلام مدتها أضغاث أحلام أضغاث أحلام حويان روحه حيالها رياضة أقولي ما نفتسي أنسيس أو سوينين ومعنا حويان حقا دير الله كل رياض وحير آذو يرى قابن وين حير مدد الدنيا رنباء مدد آذو قابن حكم إذا وصية وصية الله مذا معنا وحيان أرين تاسو كلا جواب هذا ليش شري إمام أحمد رحمه الله أوحد ليش شري إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل ليش شري واحد رم وحويان والروح معنا وحيان مال ما يروح أنت أو عني إن يروح كلا كحكتي وحيان ما أذكر ماذا لباس ضرب وحرتي بري وحرتي بري دم لوا برم ماطب معنا خلاص دون كيو يا لما لو جب جب واحد رم بوا مال ما يروح كوبن معناه تاجي يقولون حوين روح مسلم كاف إنه بعد إحنا ذا قبصنا يس امتحان كل عهاي نبكي دون كولا كل ما هي إنه تاو حيروح كوبن وكوجد بهاي هدي لكن جزع كورعه وارجع كورعه ونبكي يرى كورعه وذوق هذا خلاص ومحان كورعه هذا مشاكل سوفرتي ودي كري بلا معناه حوين سوك عسي مايا روح مسلم كذا تهاي حلو بها يا نبكا كودع هي مصايب تنفرها بدن كودع هي سخير يا وناك بدن بكوتشر يا صبر وحير وحير ذو القاضي وانا كوكد بإذن الله الكريم روح مسلم كاف حلو بها يا هذه الشيء من الرومانسية عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر يا وحن كودع هي يا وحي الله سبحانه وتعالى وقدري الإمام أحمد وهذا الكاصلة حد قرن يسان ديفك وصومري يا امتحانك صومري يا انت ديب لو جيستي خاصه سلاده عنك او معتزلده مركي خلق القران فتنده اي صوبه حدي القران هو مخلوق امام احمد قائم دي ديدار انت اساد وين كرتي او سي عبد غورتمي والله خري والله جردلي والله دباتي وحول بالمري إمام كوحل المسلم وعي إنه هذا الكلمة ذا كفر على كل واقع أي ما بدنا بتشوفته علم ما بدنا بتشوفته حي صدى يعني يسكح على ذا يستعمل معناه وحبيه طورية استعماله وربنا ننطق لكن إمام أحمد القوات كيستي وأنا مد وقوع عم بحال لو معناه وحبيه لقب كوكوه لي إمام أهل السنة إنه يعني إمام أهل السنة إنه يعني حيلها طرائفتا وإمام كلبتي سمعناه وحين لقوه ريحه كم إذا معلم ما كم إذا مركي حبسي قال له وأنت لو شرتي لي حبسي اللي جينا هاي وأروح حبسي وعلي قالي حبسي مركي قال له وأروح أنا قلت قلي من نتوك أو حرام كسي إمام أحمد نياتها إمام محيري أنا قلت توجني ما نواصل حرام أنا الصبر إني وأنا سرت روحي وسيدي سأل في أيام فعل ترى معنا هذا الكلمة داس كلمة داس حق ما داس إذا ضو روح المسلم كالضال الذي سوي ما شو كهر وين قاط كلمة الإمام في رئاد بين قاعد حي علي روح عن حريتانك معنا ما شو الجودة ترى صومها صنوا حرين كنا وحرين لكن كنا مبدأ وحرين هاي يعقيدية الدين يدفاعي كنا وحي رب بسيط هو بس كمعنا وحي النفل هاي مو حرين هاي هذنا نبكي وجودة ترى هذو مرك كان صبر هاي سو كجماعة أولي سنة إنه إمامك صبر ها ساك قهبون وكويا وليس تروحين بريسة مسألة مهمة وأح فروحة مسلم كاف وعقيدة ذلك وهدف كله ودين توحن بارسن ودعوة ضبط وداعية إنه مبدئ سكوا ذي هاي وقصة فروح يمكن استمها وقارب معايا لي أهل باطل كيف صبر هاي واحد قصة برهيان باطل كأيوتين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا قال الله صبر هيا لبا كل عهي مشاكل بكل عهي ومعنا وحا لمشهد سو قاريس لاوعى سو قارهي وحانو سنة يسيد وحانو سنة يسيد مبدأ وطنة وباطل انت صور لبا نغمر هيا فما بالك أذيك صاحب الحق والدين ودعوة وإلهي الدفتي معنا وحا لقاء الجرسين هيا ومصيبة لبا سو قارهي أجري وناقوك وجرب إن السبل ويدي وذات كيسم ويدو محنا دي يرى كوغودة عذبا هلا عيار جيغا كوغودة مايا
maaha dowrka laga soo hayay mid ka macna waxyaalaha walaalayaal muhiimka waxaa ka mid ah ama ruuxa muslimka ah looga baahan yahay waqtiga fitanta iyo dhibaatada markay ku dhacdo waa marka koobaad inuu sabir iyo adkaysi yeesho oo aan soo ishaarnay qaybo ka mid ah ayaadka qur-aanka markaan dib ugu laabano ilaahay subxaana wa tacaala markuu sheegay waxaanu ku imtixaamaynaa waxyaalo badan oo anwaacda laysku imtixaamo ama noocyada laysku imtixaamo way ka mid tahay awlaaddii oo lagaa nusqaamiyo masalan ama kaa dhinta ama dhib kale kaaga dhaco adigo xanuunna kugu dhacaan gaajadii colaadii amni darradii dhibaatooyinka faraha badan markuu soo sheegay allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wabashir asaabiriin wabashir asaabiriin waxaad u bishaaraysaa intaasoo dhiba markii ay qofka ku dhacayso qofka sabra u adkaysta aladiina ida asaabatu musiiba qaaluu ina lilah wa ina ilayhi raajicuun saabiriin yaa layidhahdaa yaa sabra waa kuwa musiibadu markay ku dhacdo ilaahay isu dhiibay subxaana wa tacaala xalayhi musiibadan ilaahay xaggii bay ka timid ilaahay baa nala annaga subxaana wa tacaala xaggiisaan u noqonaynaa wixii nagu dhacay ilaahay baa noo qadaray subxaana wa tacaala inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun abaalmarkooda muxuu noqday ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim wa raxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwaas waxay leeyihiin buu leeyahy allah subxaana wa tacaala salawaat salawaat waxa xoog badan oo tafsiirkeeda fiican in la yidhaahdo waxay leeyihiin ammaan ilaahay subxaana wa tacaala naxariis inaan lagu fasir maxaa naxariistu way ka dambaysaa ta qaybta dambe ah sheegtay in la kala duwo la yidhaahdo tan hore waxa weeyaan salawaat ammaan bay leeyihiin ilaahay inuu ammaano subxaana wa tacaala cinda almala'i alaclaa waxay leeyihiin naxariis ilaahay inuu naxariis subxaana wa tacaala waxay leeyihiin hanuun iyo wanaag in ilaahay siiyo subxaana wa tacaala ulaa'ika hum almuhtaduun intaa maxay ku heleen alsabru cala albalaa alsabru cala albalaa shayga dhibka ku dhacay imtixaanku qabsaday dhibka ku soo gaaray inaad u sabirtid ood u adkaysatid oodan argagixin oo jazacuna kugu dhicin waad garanaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa maalin bay u imaadeen markii dhib badan gaaray oo aada loo dhibaateeyey oo in badan la cadaadiyey bay nebigu u imaadeen calayhi salaatu wasalaam nebi allow miyaadan ilaahay noo baryey alaa tadcu lana alaa tantasiru lana maxay nebiga dacwadiisa oo mustajaaba dhibkan saxaabadiisii isagii haysta hadduu macnaha ilaahay baryo waa laga qaadi karaa laakiin dhibkan baaba maqsuudaba oo loogu talagalay in macnaha waxa weeyaan in badan lagu kala saaro nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay arrinkiisa uu taamiyeen uu dhammaystiri laakiin idinku waa degdegaysaan walaakinakum tastacjiluun waa degdegaysaana degdega iska daaya macnaha sabr oo adkaysta tusaale usoo qaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ummadihii idinka horreeyey waxaa jiri jiray intii qofka la keeno ninka la keeno oo minshaarta madaxiisa la saaro oo laba dhanba laga dhigo in macnaha waxa weeyaan haddana bir shanlo oo kale ah macnaha jirkiisa iyo hilibkiisa iyo macnaha jildigiisa dhexdiisa saa loogu shanleeyo maca dalika diintiisa una ka laabo diintiisa inuusan marka ka laabo marka sabr oo adkaysta musiibadu marka nooca doona ha noqotee sabir bay u baahan tahay iyo in ruuxa muslimka ah inuu sabro ku adkaysto macna waxay u baahan tahay arida bilqadar bilqadar ama aliimaan bilqadar waxaad garanaysaa inuu yahay rukni arkaanta iimaanka ka mid a oo iimaanka ruuxuuna sina u hagaagayn ama una u asixayn ilaa laga helo alimaanu bilqadaa walqadar hadduu bixiyo mila uxudin dahaban laakiin uusan ilaahi subxaana wa tacaala qadihiisa iyo qadartiisa una rumayn waxu jira ma laha inuu marka ruuxa muslimka ogaado waxaan ku dhacay iyo dhibkan soo gaaray in ilaahay qadaray subxaana wa tacaala khayr iyo wanaagna ugu jiro ku raali noqdo inuu ku raali noqdo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku leeyahay ruuxa muslimka ah markii musiibo macnaha waxa weya ilaahi subxaana wa tacaala khayr la doono musiibo iyo dhibaato iyo waxbaa la mariyaa faman radiya falahu ridaa waman sakita falahu sukt dhib baa la marisiinahayaa qofkii raalli ku noqdo raalli ahaansho ilaahay ku helaya subxaana wa tacaala in ilaahay ka raalli noqdo hadduu caroodo oo macnaha waxa weyaan maryaha jeexjeexo oo dhabannada garaaco oo carada isku shubo oo hogay obaa inuu yidhaahdo oo yaa weylaah uu ku dhawaaqo yaa sabuuraa maxaa usoo kordhahay caradii ilaahay unbuu korarsaday wax kale ma helin
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قفكي عرض قضيه قدرتي كل عين معنا وحوانا السبري وآيات كيسان وآيات عراء لنبوها لي وحكا لمهن. ولذلك وحا الاسكن هاي وحيالها طعن الشاقنا لهم الاسكن هاي السيبغ مركا كل عرض روحا مسلم كا حلو كدين إله الله إنا لله وإنا لراجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها إنو سيدنا إله الله كدين وحونا هاي نبي عليه الصلاة والسلام إن ركي لتحجيحه إن دمنا الله قراعه إن معنى حويا دعوة الجاهلية لغل واقع وقوة هذا الشيء إنه وكلا إن تبورهم وكبر النقض النبي عليه الصلاة والسلام من الصالقة والحالقة دمرك معنى قوة القيلية الرواقة مرك مصيبة كل عضو نركي وضع جاه جاه معنى حويا نباتوين كله كقع وكبر النقض الله وقال كل ذلك هو محي الرضا بالقدر حل دون هيا القرآن لكل نقض قضاه قدرت إليه سبحانه وتعالى وفات عليه بذوي ذو الانطي حوله بك معنا وحيا هلاك سمي سيبك لا قبول عظيم حنون باك قبول عظيم نبك لا قبصدي الرضا بالقدر وأمر لا بد منه. وحيا لها روح مسلم كمصائبتي اللي باتوين كامتحانك قبصنها يكفى إذا يوحى كم إذا التوبة إلى الله عز وجل توبة إنه توبتك يا ما أنت مقوى نقاط إنه إلهي أول نقضه ولا برارجنها روح مسلم كا وسلمان هاي غفلة كل عكرته سلمان با كل عكرة حقا با وحسكها نقوم كرا مركي حقا بقول له كي مركي لقبته حلو بها هين وسحسوسته وقاعدة ميشو حقا إماده وقاعدة ميشو معنا وحويان أرنتو أي كسعود وأي تهين معنا وحويان السقو الله أبطو إلهي الله أبطو كل حرنا هذا سبحانه وتعالى على أيد وانك سوشاك نبحي كل عهي هذه اللفتة قيمة كل هذا الصواب قيمة معناه كطاي إنه مركب حوين اللابط حتى المام هي آيات ينصر شاقنا وبلوناهم بالحسنات والسيئات آخر كذا محليري لعلهم يرجعون. وفإذا كنت شرط مصيبة يعجبك كل عهي إن هذه الله أولى بك سبحانه وتعالى وذي الله أنت وبدك أنت حيارة لا عهي يمصيبة لا عهي اختبار هذا يمتحانك بضانا فراها بضانا رمرا هينا ذنوب بها صواب وأصل كذا وحياله لغو رفعينا والتوبة ينقش إله سبحانه وتعالى النور مقضى وأهل مركب مهمة والدرس أن كفى إذا سنة إنها مصيبة يمتحانك يلبك الروح كل عهية إنه كفى إذا ستطوبة كان ينقش وإله سبحانه وتعالى النقضى والله أبطب حكم إذا اللوبة هي هي وموقف كمسلم كم إذا إنه استاقف امتحان الضوء قبصة الله نبو قبصة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل الضوم باطهي مسكين باطهي فقير باطهي الله سبحانه وتعالى هو غني ومتك أود له ومتك أمورتك عن تسكن شرته ومتك معنا وحي مالك الملك عدو ضونا سقع حزية عدو ضونا سقع ذلية عدو ضونا سقع فقرك معنا وحي كل ذا عدو ضونا سقع أغنياء كلها أمورته بيد الله بكتره ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له. قل اللهم مالك الملك وحلبه هي مكروه مرسل أوجيها إنه إلهي سبيله إنه إلهي بريه إنه قعمه أهر صده إنه أتضرعه إنه سبهم به إنه باهدي سأم وفجيه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقراء إلهي أباهم بانه سبحانه وتعالى إن هذا إلهي بريده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الشاقي وحي سود نبا يوحان إمام بينه أنفعه دعاء الروح المسلم كو إلهي بريده سبحانه وتعالى صدح منه بين القرن إن الله سبحانه وتعالى وحي أذوي دي ستي وكسيه نبا إلهي أذوي دي ستين وكاقاض أولاد بأذوي دي ستين وإلهي كسيه محاكم إلى هذا إلهي سبحانه وتعالى خير وأتكبر إذا إنه كسية وصيص يا ذو الشيء وأمد ديسك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ما هنا إن وحي الغسين لكن وح كذرا ونبكى أن يوحنا هذا كعبنا يسكون إلهي كعلي سبحانه وتعالى والله قاعد أعرف أي شيء موسى السعودي نبكى كل علاية وين إلهي كعلي سبحانه وتعالى وكعلي الدفاع الله وضي منه هذين النقلنا مالنا ضغط باهي بضان طهي
إن إلهي دب وقول لي قا ذخرا يكون نقطية كيد ضباء وبحس تدمع أنت قيامه أطباء وباهي بضنطاي معناه يروح وين دعاء مرنك مخساريس حلو بهاي مرك روح مسلم كان ابتلاء مرك مرهاي امتحان دب كل دعي مشكلة كل دعي نوع الدنيا هالنقطية إنه إلهي يسدي وق وقعمه وهو أرصده وبريدي صوب بضيه وإلهي وكحر ناضه حيا سجى دبك كينا سجى نقالك كون كان وحن إلهي قدرين كما دعوه وإلهي قدره وباك دعا وإلهي قسينا إحكاه ورستاقه كرت المجرد عقيدة داس وإن الروح مسلم كاه قلبي سيكوه انتاي بريد إلهي إن قلبي سيكوه انتاي نبقى نروح كصارة عليه الصلاة والسلام روح عدتك وعجزا وعجز بضوح ويا من عجز عن الدعاء دعاء روح كرواي وبريد إلهي كرواي أو إنه وحوي دستور إبكا يستو إلهي سبحانه وتعالى أمه قعمها أهر صدكري واي وأعجز الناس تدقى قفك وعاجز بغنا أقول لي تو حلو بها يا مركة لباتوذ مركة العظيم وربك وقود عام ومشاكش ويقود عام وحيالها أمهم سموحة ويان إلى إلهي كعانت أهر ستي وذي إلهي بريدي وذي إلهي باب كيسا قراعد الباب كيسا قراعد وهذه الشيء المعنى وحوي الدعاء ذا أتكوع العلسي أذاب تهدي يوم حمكو إلى هذا الله شروط تهدي إلى لنهاي أحد وقاته ما كان دعاي سنيس وإلهي بريس أحبضن بلو بهاي الله غافلة ويسك اللهي وقوي وحاد كهدي سي وحا معنا وحاوي أنا اسكم مقر الله مبه لنا دعاي سي أوقات مهمة هو إنا تكود داش اللو بهاي أجرأ وحيالا موانعه الدعاء هذا من عينك ارتاجتين اتسكيل على سبب لو بهاي هاي وهذا هو ذا الله بريديد لقيا بنا لقى قبله وتقرن يسال حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام نك إله بري هاي مسافر وهاي وبساسين هاي وبوريسين هاي لبعضهم باهستا إله ببري هاي اسمه دي سواء أقسم بكبر هاي يا ربي بولي هاي لكن لقى ما قبله وحاصله وحول لقى ما قبله لماذا لما يقول الشيخ عليه الصلاة والسلام سببك أما مانع أودي ذي الله أقبل أسباب تقوليهم أسباب بضم قوليهم إذا دعال الله أقبله هاي القفك مصافرك دعال سواء الله أقبله قفك مركب لباتي سنية هاي ونبك لباتضة يكون معنا هو انتهي دعال سواء الله أقبله توصلك إلهي أسماء ذي سرقوا توصله دعال الله أقبله لكن الصيغة حوال لك ما أقبله إنك دعاي سنة مصافرك حوال لك ما أقبله لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وحو عني وحرام وحو عبه وحرام لبس لس وحرام وحو قوم عنا وحو ينقصه عن قريب وسكري وحرام سيد الله قال أجيب النبي عليه الصلاة والسلام ياق لما أجيبها حلقة وضع دعاء إله مركز بريه سيد أسباب دينه كل ذلك موانع دينه كفروه وحياله دعاء كام عنها من عنكر إن لقى أقبله من عنكر ودي ذكره وين أتكفوا قاتل حلو بها هي راح مسلم كمهمة تيضا امتحانته يكون عام أو مصائبته يكون عظام أو لا امتحان أو ربو سوقار أو يعدون هم مغضرب حلو بها هي أن يلزم على ذكر الله ذكر إله إنه لازمه وصيد إله إنه لازمه عرف كسين الذكر يوم عنا وحوي أن قبض سيء مروا البالو بهيا لكن مر كان وضقضه بالنت وحيالها بلا أدم كذبك وجيسته وشياطين الإنس والجن أنت با وحنا بقولنا دين إلهي نبرت الشرع إلهي ونبري كتاب يسون نور وحيال الله وحش سحتاكرت ووحيال هذا التعوذات وأذكار باكرته روح مسلم كأنه اسكو إلى ليه حيا الله سببعي وذكر إلهه اللازمة وهذه الشيء حسد إلهه وبضيه وعرف كيس ذكر إلهه وكقوي ناده سيد النبي عليه الصلاة والسلام بودر دارمي وإن بضم نودر دارمي أي ماذا تدارك هذا السلاح سيهيده هذا الآن هذا كور عن هري وصل الشاقي أي قيب حاها وتلمامه هي أما علماء التلمامه هيين أدونك إلهي مركو طاعة سوى كجرة لامتحامها يا خيري ونقبل الله دونا أدوم معصية يا حمانة سوى كجرة لامتحامنا هدي واحد الله امتحامها يا قيب وحاكاة نبكى من كجرة يا معصية لان بصوب وحيا لها ترضان كاه العلم قال الشيخ مركو هذا الكاس لفتي سقيب كاه وحوها فعليك تلاوة القرآن
والصلاة والسلام على خير الأنام والنفل من الصيام. أحد كد ذا شاه إن القرآن كتلاوه السبنسي أحد كد ذا شاه إن صلي النبي بنسي عليه الصلاة والسلام أحد كد ذا شاه إن بنسي النفل من الصيام سنة الصيام كإن بنسي ومعناه حويا هذه الجروح وبضي النفل جي صامك حلو كذا الروح مسلم كاف إنه هذه الشيء لازم ذكر إلهي أنسي إنه كان كتير وهل ذكر إلهي وهل كيسي أنسي كيس واحد يقول لي كرم ياش عملها ماشي كيس واحد يقول لي كرم لها هدول ذكر إلهي قف كل لازمه تلاوة كتاب الله هو لازمه سنة ذو لازمه أذكار آخرين تذو لازمه إلهي سبحانه وتعالى وممتي سي معنا وحويا مشاكش سنة وكافن خير يونا قررنا ووفري حلو بها يملك عموما ولا ليال الدون كان ولقوا امتحامين إلا امتحان هذا وسنة كونية من سنن الله عز وجل امتحان كان لإسمارين هينا فوائد بها كنت ارتي حكمة الله سبحانه وتعالى وضوني أنك المؤمنين تنا مسلمين تنا وحار نوغو جرى دروس آذف ربضان ونكفى إلي سنة إني أنكفى إلي سنة ونغانو إن خير يا وناب إنه وجهنا امتحان كاس هديه قصة برهم موقف كان أن أنا كدونا هي الروح مسلم قال جرى وأنا وينه نقضه إنه لازم الطريق الشرعي قاه هي امتحانك مرفوع رعه قاب ولا تعامل هاي هديه نقطة صبرك هديه نقطة رضيه إنه قرر على نقضه وحقول عليه هديه نقطة الإيمان بقضاء الله وقدره إنه رميه وحن كل علم يه وحقدرا هديه نقطة وحوه سكوا إلى الله يتحصن وكان معنا وحويا وكان لها وحو إله سبحانه وتعالى وكل دور لها أذكارتي يتلاوة القرآن كأيه وناجب وكل ذال لها حلو بها هي هاي إن روح مسلم كأوجي هاي وحيا له بدبادي سوى كل شرط في تنطة كارها مركة يكرت ولبعطة في تنطة أي بلانطة هاي حيا له مهم كأولو بها هي وحا كم إذا روح مسلم كأينه ضارته جليس صالحة يروح وناكسن وقضينه حين الروح وناكسن مركز هلماتو كبرار وشرهاية ومركز حقاق الله عنتا وكتوسينهاية وخيري وناك الدياد كنشرت وكوكالمينهاية وحمانة الدياد كنشرت وكاوانينهاية روحك لنا معنا وحويان حنة حلقية الله إنو ربكي وكصوك ونغض وريحه إنو أذيق معنا وحويان طريقك وقفسية وانا قرن إنسان نبقى عليه الصلاة والسلام قيمها وكشها قي جليسك وناكسن يجليسك حم ونبقى مثالك وذكر لي كحامل المسك ونافخ الكير روح مسك وتوح تقوم وتا يروح بوفين معناه كشقين هاي ما انت البوفين هاي طب كاسي بره هاسي هرك او كشقين هاي كان مسك وتا انه بكسي بلاش كوسي مقابل الان انه كايب سد قال معناه وحوي انا عطر كي وناجي بعد كلام ريت ان ما هي مر بنانك سمر هاي ودوكي سو غار وحساس لم يضر روحه وناكسن جليسك صالحة صاحبك وناكسن معايا لي إنه كلمك وانفع وناك وشاقه ومان كارهيبه إلهي وحسوسي سبحانه وتعالى مروا بفايدة القبطة كانك لصومها نركا بقبهاية دين تاذو قبهاية أخلاق تاذو قبهاية في تنطيب صوابك ونقنهاية إبا تدي أتكون جستيون بقبوسي كرينهاية حلو باهي مكر روح مسلم كاد دين تيسينو ونقوق خمارين نبي عليه الصلاة والسلام في التلمام الروح وحن قنها يا على مر على دين خليله روح صاحب كيس يضغن كيسي دين تسمى بل الله عن قل فلينظر أحدكم من يخالي هكفر صدر روح وقفك صاحبك لقنها جليسك صالحة ومهمة الإمام الخطاب يقول لي هاي لا تخالل إلا من رضيت دينه صاحبك لقن والله صاحب إلا إذا دين تسرى لك النقطة كوكر صنتي موياني وأمانته أمانة يسئي معنا وحاويان سدوه قدنها وحفظنها يأضلالك النقطي محايا لي فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه وكان صاحبك اللي قلت قف صاحب هواء أما صاحب بدعة أما أخلاق ذي سؤال معنا وحاويان أخلاق إسلامية أين هين وحقوق حين هي كبور ريحة هي أخلاق ذي سي مذهب كي سي وحق أصوق قبي وحق شعران روائن القادة علي يا مركه دين هذا
ha khatar gelin khatar ha gelin anaku khamari kafi saqafka ad saahib ka gelin sidii nabiga nabi saasay alayhi salatu wasalam halu baahayahay awqaad fitanta iyo dhibaatooyinka imxanta ay jiraan inaad u noqoto ahlul cilmiga iyo culumada od weydiisi makhraj inaad kitaabka ilaahi subhanahu wa ta'ala ad baratid sunnada nabiga ad baratid طريقي أبو غبي حلاه تبكي أدبرت إنما يخشى الله من عباده العلماء هذه لكن ما لها إسكت عن أتلو الدين بكور قبينا علماء كور قبينا خير ما يلو كسر هذا كور قبين إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية رواب يجي وحيله الله متك حاله متك بنا نشوف قا لنا عم طاقة يوم بيقولوا طفى يسوي واحد كور قبل وجين وإسكت قاضنا هي marka diinta adoo aanad meesha aad kugu badbaadinayd aad raadisid masaajidda meelaha wax laga baranayo meelaha culimadu ay joogaan meelaha su'aashaada aad ka weydiisan kartid wixii maanta kula soo gudboonaad aad kula carari kartid diintaada aad ku ilaashan kartid saaxiibka wanaagsan oo macnaha waxa weeyaan wanaag kugu kaalmaynahay waxyaalaha soo dhan waxyaalaha badbaadadu ay ku jirto gaar ahaan marka fitantu sidaan u badan tahay fitantu maanta waa badan tahay aad bay u badan tahay ibtilaa'adku waa badan yihiin طريق الله هي ما له البطاط باكوها روكوها ما هو معناه حويان مال وقتها وين هذا نقول مركب كل طريق معناه حويان مال الا كل من الى سبحانه وتعالى وحمد سنينا ان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ات انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها waxaan nasiibay ilaahay subhanahu wa ta'ala wa mahadeeda leh waxaan ku gafeyn naftayda shaytaan bay ka haatay ilaahayna amara subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in